السلام عليكم. اليوم جايب لكم سكين مميزة من شركة كولد ستيل اللي هي النايت فورس. طبعا هذه السكين يعني صراحة كتصنيع، كمواد مستخدمة، كتصميم صراحة خيالية. طبعا حجم النصل 10 سنتي، المقبض 12 سنتي، نوع النصل دمشقي، والمقبضة خليط بين الجيتن والكربون فايبر. وهذه العلبة قدامكم، راح أوريكم العلبة قبل أن أفتح السكين. اللي حاب يبحث عنها عن طريق الموديل، هذا موديل السكين نايت فورس 63NF، وهني عندكم الباركود. نرفع شوي، بسم الله. طبعا مغيرين يعني تقريبا التغليف للسكين هذه عشان يميزونها. مثل ما تشوفون هذه السكين قدامكم، بسم الله نطلعها. يكون ياها المشبكة الجيب، لأن في واحد للجهة اليسار واحد للجهة اليمين. مثل ما تشوفون هذه السكين قدامكم، راح أوريكم المقبض اللي خليط بين الجيتن والكربون فايبر. حتى لو تلاحظون يعني خط غير عن الثاني. طبعا متغيرين نظام الفتح فيها، خلينا نفس هذه اللي فيها نفس المدرجات لو تلاحظونه، عشان يمسك بالايد، يمسك بالاصبع اثناء الفتح. طبعا الفتحه فيها سلسه جدا، والنظام الامان فيها باك لوك، اقوى امان بالعالم. وفيها حاطين لكم هني المسننات الخلفيه هذه، عشان اذا كنت حابب تمسك السكين بالطريقه هذه تثبته بقوه. نفتح السكين، بسم الله. شوف انتم موجات النصل، طبعا حتى تصميمه ممتاز جدا. طبعا راح الحين اتكلم لكم مواصفاته اكثر، راح اوريكم بس شنو بعد من الشغلات اللي مخلي هذا السكين مميزة جدا وما تحصلها يعني بسكاكين، يعني نادرا انك تحصل فيها. خليني احاول اني اصيد لكم الفوكس. بس الصناعة مثل ما تشوفون، مو راضي اضبط الفوكس، ايطالية مثل ما تشوفون، صناعة إيطالية، كولد ستيل صناعة إيطالية. أولا شركة أمريكية، كولد ستيل شركة أمريكية، والتصنيع إيطالي، والنصل ألماني. يعني صراحة جمعوا لكم شغلات خرافية بسكين واحدة، وحجمها ممتاز. يعني بالغالب إذا حصلت سكين يعني مواصفاتها قوية، أما أنك تحصل التصميم سيء يعتبر بالاستخدام، أو أنه يكون قصير، او انه يكون غالي بشكل خرافي يعني على الحجمه. وهذه اساسا انا اول مره يمر علي اساسا مقبض يكون خليط بين الجيتن والكربون فايبر. يعني صراحه هذا الشيء مميز وقوي فيها. طبعا الامان فيها معروف، الباك لوك اقوى امان بالعالم، وما يفتخرون فيه شركه كولد ستيل. ونوع النصل، لا لا، ونوع النصل اللي هو الدمشقي من طبعا نوع اسم النصل DSC دماسكس، DSC دماسكس. هذا يصنع بألمانيا ومعدن، واللي يميزه أنه ستانلس ستيل دماسكس. يعني في فرق بين الدمشق الكربون العادي والستيل. هذا اللي يميزه ويخليه يعني سعره مرتفع عن غيره، أنه يكون ستانلس ستيل. يعني لا تحاتي أنه يصدي بإذن الله وياك. طبعا حدة السكين من المصنع خرافية، خليني أوريكم الحدة. بسم الله، حدة جبارة لأبعد الحدود إلى آخر نقطة فيها، وهي حادة ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه حدة المصنع. طبعا اللي يميزها، اللي خلاني صراحة استغرب منها، يعني ان اولا السكين صناعة إيطالية، والشركة من شركة كولد ستيل، والاغلبكم يعني عارف شركة كولد ستيل ومنتجاتها يعني ممتازة جدا. والنصل الماني ودمشقي. يعني صراحه اول ما شفت السكين هذه قلت لازم انها تكون من ضمن مجموعتي. لو تلاحظونها حتى المقبض فيها ممتاز جدا، يعني وما فيها وزن اللي ببالك، خفيف ترى وزنها. ولكن اللي حابله سكين مميزه بجميع المواصفات كاستخدام وكتصميم وتصنيع ومواد، انصحك بالنايت فورس من كولد ستيل. سعرها تقريبا $430، عشان اللي بيسألون عن النت، عن السعر بالنت يحصلونها بسعرها بالشركة $430 بموقع كولد ستيل.
وهذه السكين اللي اليوم حبيت أعرضها لكم، وإن شاء الله أنها تكون عجبتكم ويعطيكم ألف عافية.